دايما بقول في كلامي ان احنا ما بنختارش لا امنا ولا ابونا، دي ناس احنا مش بنختارها، دي ناس قدريه، يعني احنا اتولدنا لقيت دي امي ولقيت ده ابويا. فبرغم كل ممكن الطريقه الغلط اللي ممكن يربوا بيها، برغم ممكن يدلعوا حد على حساب حد، برغم ممكن التفرقه شويه ما بيني وما بين اخواتي وما بين اختي وما بين اخويا، بس في الاخر طول ما احنا زعلانين احنا زعلانين، يعني انا زعلانه من امي فانا كمان زعلانه، يعني هي زعلانه وانا زعلان، وبيفضل الجرح يزيد ويزيد ويكبر ويكبر. لكن اعتقد ان التسامح، تسامح يعني لازم نسامحهم، يعني وفي الاخر هم شالونا وربونا وكبرونا وشالوا كل همنا واحنا صغيرين. فاتمنى الكلام ده بقوله لنفسي قبل ما بقوله لكم، كلنا بنبقى زعلانين من حاجات كده اهالينا بيعملوها، لكن خلينا نفتح صفحه جديده، ولعل وعسى الحلقه دي تبقى يعني بدايه خير وبدايه صفحه جديده لكل ام كل بنت زعلانه من امها، ولكل راجل زعلان من ابوه، يعني نراعي ربنا فيهم وناخد ثوابهم، وفي نفس الوقت زي ما قال دكتور علي اللي بنعمله دلوقتي بنلاقيه في اولادنا، فيعني اعمل الخير عشان تلاقي اولادك هم كمان بيعملوا معاك الخير.